مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في نشرة الأخبار من قناة الظفرة لهذا اليوم. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة رئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة عيد استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس البولندي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة خطية من جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتتصل بالعلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال سموه في دبي ظهر اليوم دولة الرئيس هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني الذي نقل إلى سموه تحيات العاهل الأردني وتمنياته لسموه بدوام الصحة والعافية. وتبادل سموه ورئيس الوزراء الأردني الحديث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دولة هاني الملقي تحياته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وتمنياته للشعب الأردني الشقيق بدوام التطور والاستقرار. حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي. كما حضره سعادة جمعة عبد الله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، وسعادة الدكتور سائد ردايدة القنصل العام الأردني في دبي. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عددا من أجنحة الدول المشاركة في معرض دبي الدولي للطيران في يومه الثاني. وفي بداية جولة سموه التي رافقه خلالها ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، حيث تفقد سموه الطائرة الجديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 الجديدة، والتي انضمت حديثا للخدمة ضمن أسطول فلاي دبي من بين 76 طائرة من هذا الجيل، حيث تعاقدت عليها فلاي دبي وستتسلم 5 طائرات أخرى أواخر العام الجاري. كما استمع سموه ومرافقوه إلى معلومات وافية حول مكونات واسعة الطائرة خلال الشرح الذي قدمه غيث الغيث الرئيس التنفيذي للشركة، والذي أشار إلى أن هذه الطلبية من الطائرات الجديدة ستعمل على زيادة رحلات الشركة وتحسين فاعلية أسطولها، كما تشكل دعامة إضافية لالتزام الناقلة الاقتصادية بتسيير رحلات جديدة إلى وجهات جديدة وبعيدة مثل بانكوك وبراغ وزنجبار. هذا وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للشركة تطورها وتحسين خدماتها للمسافرين على متن طائراتها، مؤكدا سموه دعمه وتشجيعه لفلاي دبي كي تكون في مقدمة شركات النقل الجوي الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم. كما دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين التي تعد أحدث وأكبر منشأة لتدريب طياري طيران الإمارات من المبتدئين المواطنين، إلى جانب تدريب الطيارين المبتدئين من مختلف شركات الطيران العالمية. وقد ضغط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعد أن شاهد عرضا تلفزيونيا عن مراحل إنشاء الأكاديمية في مدينة دبي للطيران بمنطقة جبل علي على الزر الخاص بالتدشين، وذلك إذانا بافتتاحها رسميا. وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذا الإنجاز الرائع لطيران الإمارات، وأثنى على جهود سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم والكوادر الوطنية المبدعة التي تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر اليوم معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا في إطار جولة له في المنطقة. وتم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة العربية والتحديات والأوضاع التي تواجه أمن واستقرار المنطقة، وتأكيد أهمية التشاور والتنسيق بشأن الجهود المبذولة لاحتواء الأزمات والتصدي لها بالتعاون والتضامن العربي. هذا وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر مجلس سموه في قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ونص المرسوم الأميري رقم 68 لسنة 2017 على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة عبد الله سلطان محمد العويس. وحدد المرسوم الأميري العضوية في المجلس بثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدد ولمدة مماثلة بمرسوم من صاحب السمو حاكم الشارقة على أن تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، كما يجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم، وتعتبر جميع القرارات والأوامر والتصرفات الإدارية والمالية التي أصدرها المجلس السابق حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم صحيحة ونافذة كما لو صدرت بموجبه. وقع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم وقع اتفاقية تعاون بين أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية وأكاديمية جيل فورد بجامعة سيري الإنجليزية، وذلك في أكاديمية الشارقة للبحوث. وتأتي الاتفاقية استكمالا للاتفاقية المبدئية التي وقعها سموه في شهر أغسطس الماضي مع أكاديمية جيل فورد بجامعة سيري الإنجليزية، وتضم الاتفاقية مجالات التعاون المشترك بين أكاديمية الشارقة للفنون وأكاديمية جيل فورد وبناء علاقات للتعاون في الإطار الأكاديمي والتعليمي. وتهدف الاتفاقية التي وقعها صاحب السمو حاكم الشارقة والبروفيسور ماكس لو رئيس جامعة سيري لتعزيز سبل التعاون والعمل المشترك في مجال التشكيل الإداري لمشروع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية والبرامج التدريبية، وكذلك التأهيل الأكاديمي للمواهب الفنية والكوادر البشرية المتخصصة، وذلك في مجالات الفنون الأدائية والعمل المسرحي والسينمائي، وذلك بما يسهم في رفد الساحة الخليجية والعربية بجيل مبدع وواع بأهمية دور الفن في نقل قضايا وهموم المجتمع، على أن يتم البدء في الأعمال المسرحية والسينمائية بمختلف تخصصاتها في أكاديمية الشارقة للفنون، ويضاف إليها المجالات الأخرى تباعا. ووفقا للاتفاقية سيتم طرح أولي للبرامج الأكاديمية في مجالات التمثيل والتمثيل الغنائي والإخراج في شهر سبتمبر المقبل، لتتبعها لاحقا المزيد من البرامج، وذلك تفعيلا للدور المهم للأكاديمية. شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الاحتفالية الخاصة التي أقامها السيد عبد الله محمد بلهون الشميلي مسؤول منطقة شمل جلفار وأبنائهم محمد وعبد الحكيم ومنتصر في الساحة أمام منزله في منطقة شمل بمناسبة الذكرى السابعة لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة رأس الخيمة. وأشاد عبد الله محمد بلهون باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى
حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، حيث لم يدخرا سموهما وسعا لتحقيق أهداف وطموحات وأحلام أبناء الإمارة. وقدم الشميري التهاني إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بهذه المناسبة العزيزة على قلوب أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، داعيا المولى عز وجل أن تكون جميع أيام دولة الإمارات أعيادا ومسرات وأمنا واستقرارا. وتضمنت الاحتفالية التي قدم فقراتها الإعلامي محمد غانم مصطفى مدير هيئة إذاعة رأس الخيمة عروضا فلكلورية وتراثية قدمتها الفرق الحربية والشعبية، فيما قدم عدد من الشعراء من أبناء المنطقة قصائد مهداة إلى مقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة. حضر الاحتفالية أيضا الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وعدد من وجهاء وأعياد البلاد والمسؤولين، بالإضافة إلى الشخصيات وحشد كبير من أبناء القبائل في رأس الخيمة. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي اليوم الدورة 20 لمعرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أديبك 2017، والذي يقام بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض في الفترة من 13 إلى 16 من نوفمبر الجاري، تحت شعار بناء علاقات متينة لدفع عجلة النمو. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عقدت اللجنة العليا لقمة أقدر العالمية مؤتمرا صحفيا صباح اليوم في فندق فيرمونت باب البحر، وذلك للإعلان عن تفاصيل القمة ومستجداتها والترتيبات التنظيمية والإعلامية للحدث الدولي الكبير، والذي تستضيف العاصمة أبو ظبي في الفترة ما بين 21 إلى 23 من شهر نوفمبر الجاري، بالشراكة بين برنامج خليفة لتمكين الطلاب أقدر وشركة إندكس للمؤتمرات والمعارض. الزميل سلطان العودة والتفاصيل في سياق هذا التقرير. عقدت اللجنة العليا لقمة أقدر العالمية مؤتمرا صحفيا صباح اليوم في فندق فيرمونت باب البحر للإعلان عن تفاصيل القمة ومستجداتها والترتيبات التنظيمية والإعلامية للحدث الدولي الكبير الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الفترة ما بين 21 إلى 23 من شهر نوفمبر الجاري، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالشراكة بين برنامج خليفة لتمكين الطلاب أقدر وشركة إندكس للمؤتمرات والمعارض. تنطلق قمة أقدر العالمية الثلاثاء القادم برعاية سيدي سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمشاركة 75 متحدث من أنحاء العالم، وكذلك بعقد 47 ورشة متخصصة في هذا المجال. وعلى هامش هذه القمة سوف يكون هناك معرض يضم ما يقارب 50 شركة. هذه القمة حقيقة لقت إقبال كبير من جميع المتحدثين لأهميتها في رعاية النشأ والمحافظة عليه من التطرف الفكري والانحراف الأخلاقي، وكذلك نسعى من خلال هذه القمة أن يصدر بيان أبو ظبي حيث يسجل في الأمم المتحدة كناتج لهذه القمة العالمية. قمة أقدر العالمية إحدى الأدوات التي ينفذها برنامج خليفة لتمكين الطلاب على المستوى المحلي والدولي. إن شاء الله في قمة أقدر العالمية المحور الرئيسي راح نتكلم عن دور التربية الأخلاقية في المؤسسات التعليمية إقليميا ودوليا لمواجهة التحديات العالمية، التطرف الفكري والانحراف الأخلاقي نموذجا. طبعا عندنا الكثير من التحديات التي تواجه المجتمع الطلابي، نتائج هذه التحديات قد تكون سلبية وقد تكون إن شاء الله يعني اللي نعمل تكون إيجابية. نحن في هذه القمة هذه المنصة تعمدنا نكون فيها أولياء أمور، فيها طلاب، فيها شباب، فيها المختصين، فيها المجتمع المحلي، المجتمع الدولي، المؤسسات الدولية، المؤسسات العالمية، كمنصة عالمية الكل يجتمع فيما يخص الشأن الطلابي على المستوى العالم بشكل كامل. أتمنى إن شاء الله نحن في النهاية نوصل إلى الأهداف السامية في تطوير أساليبنا في التعليم وأنظمتنا وبما يخدم وطننا الغالي، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن يكون الجيل القادم
يستفيد من هذه المبادرات. فإن شاء الله نتمنى أن هذه القمة تكون رافد رئيسي في ربط الأخلاق بالعلم والاستفادة القصوى من التجارب العالمية المشاركة، وأيضا تقوية الروابط بين وزارة التربية والتعليم والشركاء سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. نحن فخورين أن نكون جزء من هذا الحدث العالمي الهام، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي قمة أقدر العالمية. طبعا مشاركة طبعا من مختلف أنحاء العالم، تم ترويجها على كافة القنوات إندكس، وسواء كان مكاتبنا خارج الدولة، المكتب الإقليمي في الدول العربية. فإن شاء الله بيكون يعني حضور قوي سواء كان على مستوى المؤتمر أو المعرض أو ورش العمل. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة يوم أمس الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا لحضور معرض دبي للطيران 2017. وتم خلال اللقاء الذي عقد في قاعة معرض دبي للطيران بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وليبيا وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. حضر اللقاء معالي السلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعدد من المسؤولين. عقد المجلس الوزاري للتنمية اجتماعا استثنائيا اليوم برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في معرض دبي للطيران، وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات الاتحادية في الدولة. ففي الشؤون التشريعية ناقش المجلس مستجدات إعداد قانون اتحادي لتعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الهادف إلى تعزيز تنافسية الدولة في حقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار. زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح اليوم معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2017، وطلع معاليه خلال الجولة في المعرض على الأجنحة المشاركة في مختلف الدول، واستمع إلى شرح مفصل من المختصين والعارضين في مجال النفط والغاز، كما تعرف على طبيعة مشاركتها وما تقدمه من جديد في هذا المجال. وأكد معاليه أن هذا الحدث الدولي المتخصص قد أصبح منصة مميزة ومتخصصة تجمع جميع الأطراف المعنية بقطاع النفط والغاز للتواصل وتبادل الخبرات، وكذلك الاطلاع على أحدث التقنيات المبتكرة في هذا القطاع الحيوي والهام. التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع عددا من الوزراء وكبار المسؤولين الزائرين لمعرض دبي للطيران 2017، حيث استقبل معاليه بمكتبه في معرض دبي للطيران اليوم كلا على حدة معالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان كبير وزراء الدولة لشؤون الدفاع والخارجية لجمهورية سنغافورة، ومعالي أوليغ ديفي غوليف رئيس لجنة الدولة للشؤون العسكرية الصناعية، واللواء أوليغ فوري نوف مساعد وزير الدفاع للتعاون الدولي البيلاروسي، والسيدة إيلين لورد وكيل وزارة الدفاع الأمريكي للمشتريات والتكنولوجيا والمعلومات. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الوزراء والمسؤولين خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة. التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بعدد من صيادي منطقة البدية بإمارة الفجيرة للتأكيد على أهمية الثروة السمكية ومهنة الصيد في دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى المهن العريقة التي احترفها صيادو المنطقة منذ القدم. واستعرض معاليه الضغوط التي تتعرض لها هذه الثروة في مكامنها الطبيعية ودور وزارة التغير المناخي والبيئة في حمايتها من خلال إقرار القرارات والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز الثروات السمكية ورفع نسبة مخزون الأسماك في مياه المصيد التابعة للدولة. وجاءت هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات معاليه مع شرائح المجتمع والمرتبطة بالوزارة، إذ تم خلال اللقاء الاستماع إلى متطلبات صيادي منطقة البدية، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لوزارة التغير المناخي والبيئة
في الاطلاع عن كثب على سير أعمال صيادي الدولة والصعوبات والتحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول المستدامة لها. وفي هذا الصدد أعرب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي عن تقديره للدور الفاعل لصيادي الدولة الذين يسهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، منوها بحرص الوزارة على متابعة أوضاعهم باعتبار مهنة الصيد أحد ركائز الاقتصاد الوطني وجزءا لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والأجندة الوطنية المتمثلة برؤية دولة الإمارات 2021. أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها اليوم، أكد عزم أدنوك طرح حصة لأقلية من أسهم شركة أدنوك للتوزيع، أكبر شركة لتوزيع وتسويق المنتجات البترولية ومتاجر البيع بالتجزئة في دولة الإمارات، وذلك للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه في افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك، أحد أبرز الفعاليات في قطاع النفط والغاز في العالم والحدث الأكبر من نوعه في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. هذا وأوضح معالي أن قرار أدنوك بطرح جزء من أسهم شركة أدنوك للتوزيع يمثل خطوة تاريخية ومهمة هي الأولى من نوعها في مسيرة أدنوك نحو التطوير والتحديث، مشددا على أن الاكتتاب المقترح يخضع للحصول على الموافقات الضرورية من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وكافة السلطات المعنية في الدولة. برعاية وتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، افتتحت معالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب اليوم جلسات برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة الذي ينظمه مركز الشباب العربي، وذلك ضمن المبادرة الإعلامية للشباب العربي ليقدم للوطن العربي جيلا جديدا من أفضل المواهب الإعلامية الشابة. ورحبت معالي شمة بنت سهيل المزروعي بالشباب المشاركين في البرنامج اليوم، معربة عن ثقتها بقدراتهم وشغفهم الذي يشكل دافعا ومحفزا جوهريا لعمل مركز الشباب العربي على خدمة الشباب وإبراز مواهبهم ومنحهم الفرص التي يستحقونها لدعم تطورهم وتعزيز دورهم في المجتمع. والآن مشاهدينا نتابع آخر إغلاقات مؤشرات سوقي أبوظبي ودبي الماليين في ختام تعاملات أسهم الشركات المدرجة لهذا اليوم. وفي حالة الطقس نتابع درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في دولة الإمارات ليوم غد بمشيئة الله تعالى. وإلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر شاشة قناة الظفرة، نشكر لكم حسن الإصغاء وكرم المتابعة، إلى أن نلتقي بكم، لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل التحيات، في أمان الله وحفظه.